عظيم، انا هخش معاك في الجد على طول. النهارده في مباراه الزمالك وبيراميدز الدقيقه 14 كان في هدف لبيراميدز، هذا الهدف صحيح هدف ابراهيم عادل؟ نشوف مع بعض. يلا هنعرضهم حالا دلوقتي، الجون هيبقى معانا حالا يا فندم. انطلاقه من رمضان وبعد كده خدها ابراهيم، رجعت رمضان تاني. بعض تمام. الناس احنا مشينا بالهدف اولا، مفيش خطا على لعيب بيراميدز قبل الهدف، وبالتالي وبنتكلم بقى دلوقتي مفيش تسلل على ابراهيم عادل، والهدف هدف صحيح تم احتسابه، وتم في الاول مفيش تسلل هنا، ونفس الكلام مفيش خطا على ابراهيم عادل لما رجعت لرمضان صبحي ولعب الكوره، مفيش تسلل كمان على ابراهيم عادل، وبالتالي بنتكلم ان الهدف هدف صحيح، والمراجعه للهدف مراجعه صحيحه.